تحش يا محسونة يا محسونة وعدونا ما أحلاها أحسن نورت تقطفها أحسن نورت تقطفها كل ما الغرة تخطفها بعد تغرم لي بالعوم شريك له ثلاثة كلاس نعوم بعد تغرم لي بالعوم شريك له ثلاثة كلاس نعوم يا اخي طلع لي نهار حموم ما عادش نرقد النوم اش بيه الباب دق قالوا لي ولدك غرق وكرشه باش تتفلق وشعره منطل كيف البعض الفنان الهادي السملالي اصله من مدينة سوس هي بلدة في المغرب الاقصى بن حمد السملالي اسمه الكامل مولود 20 جافي عام 1919 في تونس العاصمة ولد الفنان الهادي السملالي سنة 1919 بناج السواحل الواقع بأحد أحياء المدينة العتيقة في عائلة متواضعة وفي ظرف تاريخي تتنازعه الهيمنة الاستعمارية وتوق التونسيين إلى فرض هويتهم درس بالكتاب ثم التحق بالمدرسة الابتدائية بالحلفوين حيث تنبض الحياة بالحركة والأنشطة التجارية ويجتمع الوطنيون في حلقات نقاش ومجادلة للاستعمار في محيط جامع يوسف صاحب الطابع وزاول التعلم نتاعو الابتدائي أولا في مدرسة الحلفوين ثم في مدرسة كانت موجودة في مكان يسمى باسم نهج الكنيسة اللي هو في الوقت الحاضر نهج جامع الزيتونة انتقل في مدرسة العلوية الثانوية متاع العلوية وكان في آن واحد يعمل في دكان نجار لقد عرف بين أقرانه من تلامذة العلوية بخفة الروح والدعابة وارتجال المواقف الهزلية في أوقات الاستراحة في أروقة المدرسة العلوية وسرعان ما اضطر الهادي السملالي إلى الانقطاع عن الدراسة وممارسة مهنة النجارة على غرار صالح الخميسي وعبد العزيز جميل وفي المدرسة العلوية تحصل على البروفي شهادة البروفي اللي كانت قبل يتقدموا لها العديد من التلاميذ ونجح في الشهادة هذه كما قلت لكن لقلة ذات اليد تلزم باش يخدم وحل حانوت نجار لقد تعلم السملالي فنون النجارة منذ صغر سنه حتى صار صاحب دكان يعلم أصولها للباحثين عن صنعة لدين وكان من هؤلاء الأخوان رضا ومحمود القلعي ومن الصناع اللي جاءوا باش يتعلموا عليه زوز فنانين مشهورين معروفين ياسر هما محمود القلعي والفنان رضا القلعي وهذا يعنيش رضا القلعي قعد حتى لآخر حياته حتى لين توفى السملالي وقت يتقابل معاه ينادي له يا عرفي شعور اللي لا دراسة
ولا مهنة النجارة هي اللي حقله في حياته، فبدأ يدخل الأوساط الفنية وخاصة الأوساط المسرحية. بدأ حياته الفنية أول ما بدأ مع الهادي الجويني، ولد 15 سنة هزوا الجزائر بسيقنبو. وأول ما بدأ بهذا الجو الفكاهة اللي يحبه ويفضلوا على غيره من الأنماط، كان يشارك في هذه نسميها نبيتة البلوط. وبدأ حياته الفنية بانضمامه إلى عيسوية البلوط اللي كانوا يقلبوا فيها الكلام الجدي تاع العيسوية ويردوه هزلي، عنده علاقة بالمأكولات إلى آخره. مثلا يغني يقولوا شاهيهم ياسر رشته وحلى لمون واصر إلى غير ذلك. أول ما بديت جبت الحكة منها نفيتنا وخيك هكا، ليس صليت ما أنك سلاتي عطلني الحوت ضرب مذبح قبل أذان الرب مذبح. هيا قبل أذان صفرات نصبر من كل طعام ضرب مذبح. الشيخ بريك نودك منه أولى شاهيك لقيته ضمر، ما هو شركيك هو اللي ينفع صايم رمضان ضرب مذبح. كانت بداية السملالي الفنية مع فرقة عيسوية البلوط التي عرفت بتقديم أنماط من التراث الشعبي التونسي. إنها تجمع بين فن السخرية والتمثيل والطرب، وقد حددت مشاركاته مع عيسوية البلوط طابعه الفني القائم على المزج بين المسرح والغناء الهزلي. كانت أنا مجموعة متاع مسرح تمشي البلاد من البلدان، سواء كان في تونس وفي أغلب الأحيان في الجزائر، يعملوا مسرحية أو يبدأوا حفلة غنائية، وضمن الحفلة هذيك يعملوا موقف مسرحي. والهادي السملالي كان من الجماعة اللي يشاركوا في المسرحيات هذوم، وبجملة ما يشارك بهم يشارك بقطاع فكاهي. أول فرقة خدمت فيها الهادي السملالي فرقة وسيلة صبري. برزت في تونس الثلاثينات كوكبة من نجوم الأغنية والأدب والمسرح، وقد انشد السملالي إلى جماعة تحت السور فجلسهم وتردد على رواد نادي أحنا الملتفين حول صديقه الفنان الهزلي صالح الخميسي. وفي هذا الإطار انتعشت الأغنية الهزلية انتعاشة الصحافة الهزلية، وكان من أقطابها نور الدين بن رشيد وحمادي حداد وصالح الخميسي، وكان لهذا الثالوث الأثر الكبير في شغف السملالي بفن الإضحاك. واستقر مدة طويلة في فرقة الكوكب التمثيلي اللي كان يشرف عليها الأديب المحامي محمد الحبيب. تأثر ممثل كان عبقري، ممثل فكاهي اسمه نور الدين برشيد. هذا نور الدين برشيد قال لك دوبا ما يظهر على المسرح القاعة تضرج بالضحك، يقوموا يضحكوا. كان أحكي لي على نور الدين برشيد هذا، أنا ما حضرتش عليه مع عشر ماشان، ما حضرتش وقته قبلي. كان يقول لي يا مورالي راهو نور الدين برشيد فنان كبير وكوميدي باهي، الهادي باش يكون متأثر لك ما متأثر بحد حد من جيله. وتغرم كذلك بالأغاني الفكاهية، ويقول كونه هو ربما بدأ قبل صالح الخميسي. كان مغرم جدا ومعجب جدا بشخصية صالح الخميسي، وكان يحب الأغاني متاعه يحفظها الكل عن ظهر قلب، وبدأ شيئا فشيئا يشارك بها في الفرق. جنب هذا السملالي خذا مكان صالح الخميسي، خذا الكبير الأغاني متاعه
وغناها بطريقة خاصة بي وزيد يعني زاد عليهم في الإخراج إخراج الأغنية الفكاهية زاد عليها هي بعض الحاجات اللي زاد حلاهم ولاو حاجات تبعينهم. اللي جد صلاح ميسي محمد الحداد الاسم اللي موجود يغني لكن مش بكثرة كما قلت لك. الهادي كان لاهب المسرح كان ديما يمشي للمسرح وكان ديما يسافر للجزائر بمسرحيات فما اعتناش بالمونولوج ونفس المونولوج ما كانش ماخو صيت كما خمسينات والستينات. لما توفى عم صالح الميدان فرغ شوية مات عم محمد الحداد زاد الميدان فرغ هادي رجع للمونولوج يغني. فما أغاني متاع الخميسي نفسه اللي ما هيش مسجلة واللي هي تنسات والفضل يرجع للهادي السملالي اللي عاود أحياها. باش نغني الراديو باش خلي فيها مثلا كان المقدمة برك والقيادة بتاعي بدعة تقلعة حبي قلبي ما بين يديك الدنيا جيب لامريكا خضعون. في مرحلة أخرى ولا رضا القلعي يغني لحنه أغاني كثير من كلمات الأغاني اللي أداها هو اللي يكتبها هو اللي نظمها ومستواها لبس به معنى عندما يقارن بغيرها غيره من الذين أدوا هذه الأغاني نلقاوها اللي هو ربما ناجح أكثر في الميدان هذا. أما من ناحية موسيقية فالفترة الذهبية هي اللي عاشها مع رضا الخلعي اللي لحن له عدد كبير من القطاع الناجحة اللي ما زالت إلى الآن تذاع وتبث في التلفزة. هذه السملالي الحين ما كانش ملحن كان يلحنون وحتى التلحين اللي لحنوا هالو لحن هالو رضا القلعي ما فيهاش دائرة موسيقية كبيرة فهمتني وإلى آخره في حيث الديروغان ما فيهوش دائرة موسيقية اللي عندها قيمة. هاو تغرم لي بالصبور ولا عالبوك السيدور هاو تغرم لي بالصبور ولا عالبوك السيدور تبع فيك المقهور حتى لنجاني مدبور هاشبيه عينه زرقة حاشم لا يخرج للزنقة حافت لي على عينه ورقة هاو كم خمل في الدار. ولذا كان الناحية الفكاهية متاعه هو تكوين جو ديرونجاني هذاك اللي كان مشهور. الأغاني اللي أداها كثيرة ولكن معنا نذكر واحنا منها عنده أغنية عملها وقت اللي صعد الإنسان لأول مرة للقمرة. في لي لحظة الرصاروخ صنعتوا في معمل كلوخ في لي لحظة الرصاروخ صنعتوا في معمل كلوخ كيف ركبت بديت ندوخ صرت نعيط على الجزعان كب معايا سيل منفوخ وجات لي ولد الكبران وجات لي ولد الكبران وجات لي ولد الكبران ظهري مشاو ماتوا فيه ما عايش كنا عمرو لك ولا شيء يقول كوميك وشيء يقول ما عارف شنو وذاك وشيء يقول سوق انت عم ضحك الناس. لا انت المونولوج مش تضحك الناس المونولوج درس للناس. تعاطي الغناء الفكاهي شيء ما هو سهل واحنا في حياتنا عرفنا بعض اللي تعطاه الفن هذايا مثلا صالح الخميسي مثلا الهادي السملالي مثلا محمد الحداد مثلا رضا الحجام معناها قلنا عددهم مش صالح لح عددهم مش كبير وبالطبيعة كل جراري كذلك تعاطى الفن هذا قلت وكل واحد منهم عنده طابعه بالنسبة للأغنية الفكاهية
ويمكن كلهم هم يتفقوا في حاجة، كونه هالأغاني اللي هي تظهر الضحك وما عندهاش غاية أخرى غير الإضحاك، هي في الواقع أغاني هادفة عندها هدف، وهو تربية الشعب وربما محاولة إصلاح بعض العيوب اللي تكون موجودة فيه. ما ننساوش أن الأغنية الفكاهية هي من أصعب الأنماط الموسيقية على الإطلاق، لأن كما قلت عندها صبغة أدبية، عندها صبغة اجتماعية، عندها صبغة ركحية، لأن يسم فيها حضور، مش أي واحد عنده قوة باش يضحك الناس. يعني الإضحاك شيء يعني صعيب ياسر وما يقدر عليه إلا الإنسان اللي الصفة هذه تكون في مزاجه. كل يوم احنا رحلوا فينا وما الكرات تبع فينا مش خير دورنا بالمدينة يا قالوا لي سيل هذه عليكم إلا بالكوري. كل يوم احنا حواجنا في كريطة طيح كسرة المرميطة باش باش نطيب القرنيطة فدي عليها يا عبد ربي نحط لها راسها تاع الكريطة على قول يا نورايل امشيتو بردو لا مع العائلة ماهوش التعليم تسهل سعي في الشارع نوع وفي الدار نوع. في تونس الخمسينات كان سملالي يلاحظ مختلف الظواهر الاجتماعية السلبية ويرصدها بحس الفنان ثم يحولها مواقف هزلية ساخرة. وقد تركت وفاة صالح الخميسي فراغا كبيرا في مجال الفن الهزلي بتونس، مما حدا بالسملالي إلى المبادرة بأخذ موقع متقدم في عالم الغناء الفكاهي، فبادر بتأليف بعض القطع الهزلية فضلا عما كان يردده من إنتاج رفيق دربه صالح الخميسي، مضيفا إليه مسحته السملالية. حتى جاءت سنة 1954 وقع تأسيس فرقة مدينة تونس اللي هي ثاني فرقة محترفة في تونس بعد فرقة الإذاعة. فرقة الإذاعة هي الأولى. عام 1954 دعت البلدية رجل المسرح المصري الكبير زكي طليمات إلى تونس وكلفته بتأسيس أول فرقة بلدية للتمثيل، وكان الهادي السملالي من بين الذين دعتهم الفرقة باش يدخلوا يخدموا فيها. كانت للسملالي تجربة مسرحية ثرية ومتنوعة، بدأت مع فرقة فضيلة خيتمي ووسيلة صبري في الأربعينات ومرورا بالكوكب التمثيلي تحت إشراف محمد الحبيب رائد المسرح التونسي وقت ذاك، وانتهاءا بفرقة مدينة تونس التي أسست حوالي سنة 1954. وكانت مشاركة السملالي ضمن هذه الفرقة متميزة بجمعه بين التراث الروائي العالمي المقتبس مثل روايتي البخيل والماريشال لمولير وما كان يفرزه الواقع التونسي من إنتاج مسرحي ركحي يستجيب إلى مختلف الأذواق ويوظف لغة شعبية تعكس تناقضات المجتمع وتطلعاته. عمل دور باهي، عمل في الغيرة بتاتي بالشيرة، عمل في الحب نعرس دار طمها الحب نعرس برشا، عمل الحزارة كنت معه في الحزارة الله يرحمه، أنا عمل الهلافار شو نسميلك سميلك عشرات المسرحيات ممكن ننسى برشا منهم. الماء أن الراهل هذه في عيشوشة كله من عيشوشة.
يشهد المسرح البلدي بركحه وأروقته ومقاعده على غزارة مشاركات السملالي في مسيرة مسرح بلدي تونس إلى جانب زكي طليمات وعلي بن عياد ومحمد العقربي وأحسن الزمرلي والتيجاني بن حميدة وغيرهم. وقد وفق السملالي في المراوحة بين مسرح الهزل مثل المارشال، الغيرة تذهب الشيرة، الكل من عيشوشة، ومسرح الجد مثل كاليجولا وعطيل ومراد الثالث. وكان آخر ظهور له على خشبة المسرح في دور يوليوس قيصر، وذلك في المسرحية التي أنتجتها فرقة بلدية تونس بقيادة محمد كوكا. عنده فترة ذهبية عداها مع رجل المسرح الكبير علي بن عياد، والمع في عدة الأدوار منها في مسرحية الغيرة تذهب الشيرة ومسرحية المارشال. هذيك انت قلوا عم حمد قلوا مريجا أماري كابورال شيف بريزا على بريزون بريزا ديك بريزون معنا انت عملي هذه بريزا وغير وغير ايوا ايوه هفايا يقولوا له نوني قردقون ايا ينزع قلنا تقولي كنزع كابورال شيف بريزا راح جاي هكا شفتين هاي هيا عمري هيا بالحلال تغر راسك ايها يعطيك ربي ها هاك الصندوره ها حويته حويته ايه يا عمري منوني ليه منوني عاوني يا هاك الفرنسا يا طول محسوب صانعك انا مش عاوني ظهري مش تتعبها هذه عجباتك تفرق انت بالكوستيمات ما فرق مالا الماريسا بالحوت علي ايه بس وين حتى تعمل وين ناس يا عمي هاي منهم هاي هاو عمت لوكالة هاو ولكن هذا ما منعوش حتى باش يؤدي أدوار جدية مش فكاهية. مثلا في رواية يوليوس قيصر لشيكسبير اللي أخرجها محمد كوكا هو قام بالدور الرئيسي في المسرحية أي دور يوليوس قيصر. ثم معناه شفنا له كذلك مسرحية من تأليف علي الدعاجي وإخراج عبد المجيد لكحل والموسيقى بتاعها للهادي جويني هي بن نومين مسرحية بن نومين. شوفوا 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 تعجبكم في الهمة لا حقكم مهمة هاشم زيد ونزيد عليك أو كسبك يضل عليك. أشهر معمل هذيك افهمني كان هو وحماد الجزيري وتوفيق الغربي ونور الدين القصباوي. هذا إلى جانب الأفلام اللي شارك فيها، شارك في العديد من الأفلام منها توق الحمام المفقود للناصر خمير، كذلك عطلة المفتش الطاهر مع محمد بن علي، ثم في فيلم إيطالي الحروب الصليبية، كذلك شارك في العديد من المسلسلات التلفزية، وفما مسلسل واحد ما ينساشي هو افهمني افهمني اللي تشارك في التمثيل فيه هو وحمادي الجزيري ونور الدين القصباوي، والمسلسل هذا لقى اقبال كبير في تونس. صوفك البلا قمقومه ها ايدي دور البلاصه كله ما تلقاش وحده كيفها لا ويمشي لقاه وحده كيف ماشي قطعه فندق يا فندق اختك بلا فندق بلا رواية اختك البراتام نعرفه
قول لي قداش لو باش تكري قداش نصنف هادي 700 دينار صافا شنو واه 700 دينار يا عمري يا ولدي عمري واش باش تشريها باش تكريها وانا قلت لك نبيع له فيلا كيما هادي ب 700 دينار نبيعو 600 دينار بارون نو نحاول هذيك احنا نكريو هادي في السيزون ستيفان فهمتني يعني في الصيف اي مازال فيه الصيف هذا كمل كمل ولا ما كملش اي يا عمري حنكريوها في الصيف كله وانت قد ما تحب تقعد تقعد فهمتني واش في قعد هو في قعد شهر يا سبي صار ولا عام انا يهمني سبي اللي حب يقعد يقعد على كل حال ادي افار دور 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 وي شنو هادي فنان كبير فنان كبير هيك مسرحي وتلفزي حتى في المونولوج عند النوعية نتاعو زاد توفي الهادي السملالي في صيف 1991 تاركا خلفه تراثا مسرحيا ثريا ورصيدا هاما من الأعمال الفنية الهزلية هو يقول لي أنا مهمتي مش باش نوعظ الناس أنا مهمتي باش نضحك الناس بون اجي معايا هل بالهوني هذا يا حسن يا منى عارف حليله والناي شهير لا من حسن هل من غاديك هذاك حسين عازف الطنبور والطار والدربوك هاك وين انا حبيب احسن وحسين اي نعم يجعلهم علينا مبروكين اي والبخي كافين يا سي كافين اي نعم من كيف شفتوا لا معناها يكفي معناها وصالحين جميع الاشياء هذوك اي نعم اذا كان ساعة الماليشيه الحب يعطوا الانغام تونسيه ولا شرقيه هذوما يسموه والله يسموه حب الانغام تاع العسكر نتاعهم تاع الكرير كيف كيف يسموه مال هذو المارشال اللي يوقفوا فرحان فيهم نعم حتى في وقتها ينشدوه يرحموا خالد ثلاث اللي قالوا عندك ثقة بش واحد من الأولاد قالوا عندي ثقة في الطفل الصغير كريم هو اللي شادد ديب في الميدان هذايا مغروم برشا كيبورد خدم في فرقة مدينة تونس خدم في المسرح الوطني وتوا في حتى في نوت قاعد يخدم في معهد الموسيقى تعددت مواهب الهادي السملالي فكان الفنان الهزلي والممثل القدير والمؤلف الناقد لأحوال مجتمعه فكنت تراه في المسرح وعلى شاشة التلفزة والسينما ولا تتردد في الابتسام ويأتي ظهور بن لادن بالصوت والصورة في هذا الشريط الذي حصلت عليه الجزيرة